بكم عبر قناة الشروق الفضائية. أنا مصطفى عبد الله وزملائي هنا من ساحة الخليفة في عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد رب العالمين. الوجود حقيقة من هذا الشعور أن يبدأ السيد سر كل جرة حياة العالم من مقر ومن مقر من ملك النبي لا يراها وما ترضى من حضرة الحمد فكان من وسط الاتجاهات ذاتك وما ترضى من حضرة الحمد فكان من وسط الاتجاهات ذاتك
اسرارنا وترقي بها ارواحنا وتعمي بركاتها علينا وعلى مشايخنا ووالدينا واخواننا والمؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام فيك الى يوم الدين مطلوبة بالفئة بالصلاة والتسليم على السيد محمد الامين ولك الحمد منك لك في كل وقت مقيم الحمد لله رب العالمين. اذا مشاهدينا الاعزاء ونحن ننقل هذه الصورة التي تعبر عن حب السودانيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي جمعية الإمام مالك الفقهية والتي تهنئ الأمة الإسلامية عامة وأهل السودان خاصة بالمولد النبوي الشريف. وفي هذه الساعة ضمن المولد التي استقبلوا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مقدمه في الهجرة الشريفة في المدينة المنورة. نسعد جدا ان يكون معنا هذا الشاب. نتعرف عليك. محمد فيصل علي. محمد كل سنة وانت طيب. انت طيب ان شاء الله. انت من وين؟ انا من ايلات الشمالية. جيت الليلة من درمان عشان تشهد زفت المولد. حابب تقول شنو لناس بيتكم ولأسرتك ولأهلك نقول لهم لا ما انت بألف خير. انا جيت هنا عشان نحضر الزفة. جيت لمولد النبي الشريف. نعم. اذا هم الاطفال اطفالنا اجدادنا التي تمشي على الارض ايضا هم حضور هنا في ساحة الخليفة ساحة مسجد الخليفة بأم درمان لشهود زفة المولد النبوي الشريف. هم يحتفلون ايضا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا وهو القدوة لكل المسلمين كبيرهم وصغيرهم. لذلك يأتي الناس ومعهم الأطفال ليشهدوا هذه اللحظات المباركة الطيبة ليأخذوا منها البركة وليأخذوا منها العبرة وليأخذوا منها الدروس لمقبل أيامهم. عسى الله أن يبارك في هذا النشء الذي يقوم على حفظ كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نزع بالأمور معانا من أسرة أسرة العديد. مرحبا بك يا أسرة كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبين. كل سنة وأنت طيبة. حنرجع لك ثاني يا أسرة خليكي معانا. إذا هي جموع أخرى تأتي بالحراب وتأتي بالتهليل لتشهد هذه الزفة. إذا نعود من جديد مشاهدينا الأعزاء نحييكم وعلى الهواء مباشرة عبر قناة الشروق الفضائية ونحن ننقل هذا النبض من أمام ساحة مسجد الخليفة بأم درمان زفة المولد النبوي الشريف لهذا العام. كل الذين جاءوا إلى هذه الساحة هم بصدد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن الأسر هي أيضا تأتي في شكل جماعات لتشهد هذه اللحظات المباركة. نعم معنا. نتعرف عليك. محمد تيجان يعقوب. مرحبا بك يا محمد تيجان. انت اخو الزهراء. طيب نحن لك كل سنه وانت طيب وكل عام وانت بخير وانت امام ساحه مسجد الخليفه ونحن لنشهد زفه المولد لهذا العام. تقول شنو تحيي الناس؟ احيي جميع ارحب بهم جميع الجايين الى المولد النبوي الشريف واقول لهم هنيئا لكم هنيئا لمن جاء. شكرا جزيلا ونحن نهنئك ايضا بمقدم مولده ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. هذه هي الرايه الزقاء الطريقه النبويه
الصدرية مع الشيخ مهنا، وهم يأتون إلى هنا ليحيوا ليالي وهي عشق وهي محبة تنساب هنا في هذه اللحظات من أفئدة الذين جاءوا إلى ساحة الخليفة في أمدرمان ليشهدوا هذه اللحظات الطيبة المباركة احتفاء بمقدم ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. إذن مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، نحن نحيي كل الذين انضموا لمتابعة قناة الشروق عبر الهواء مباشرة من هنا من ساحة المولد النبوي الشريف، ونحن ننقل هذه اللحظات الطيبة المباركة احتفاء بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، زفة المولد النبوي الشريف لهذا العام. إذن كل فئات المجتمع هي الآن حاضرة وبقوة لتقول نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هي محبة، إذن هو عشق للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحيي كل الذين يتابعونا وكل الذين انضموا للمتابعة هنا عبر هذه التظاهرة الاحتفائية بمقدم ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. نحيي كل مشاهدينا الاعزاء وعلى الهواء مباشره نحن ننقل النبض من هنا من امام ساحه الخليفه في أمدرمان. نحييكم جميعا وانتم تشاهدون هذه اللحظات الطيبه المباركه. الساده الخليفيه هم الان حضورا برايتهم الملونه والصاويه. يعبر عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بالتهليل وبالتكبير وبالصلاة عليه على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن نحن على الهواء مباشرة عبر قناة الشروق الفضائية ننقل لكل مشاهدينا نبض هذه اللحظات من أمام ساعة مسجد الخليفة، زفة المولد النبوي الشريف. كل الذين جاءوا وكل الذين أتوا إلى هنا دفعتهم المشاعر ودفعتهم المحبة نحو إحياء هذه الذكرى الطيبة، ولعل كل السودانيين يؤكدون بأن لهم محبة خاصة وعشقا خاصا
للنبي صلى الله عليه وسلم تأسيا بهديه واستنانا بسنته. إذن هذه الجمعة الهادرة والتي تدافعت منذ وقت مبكر إلى ساحة الخليفة بأم درمان لتشهد زفة المولد النبوي الشريف لهذا العام، إنها إذ تؤكد إنما تؤكد محبة خاصة وتؤكد عشق خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفئات العمرية المختلفة، النساء والشيوخ والأطفال، الطرق الصوفية والعلماء ورجال الدين، كلهم جاءوا إلى هذه الساحة شهودا لهذه الزفة والتي تعني بالفعل انطلاقة حقيقية لاحتفاليات السودان بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد عبر قناة الشروق الفضائية، ونحن من أمام ساحة مسجد الخليفة. يتدافع الناس في خواتيم هذه الزفة، زفة المولد النبوي الشريف، وهذه المشاعر المنسابة وهذا الشعور الدفاق نحو النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا ومحبة بعشق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مشاهدينا الأعزاء، عبر قناة الشروق الفضائية نقلنا لكم هذه اللحظات الطيبة المباركة، ونحن أكثر عشقا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ نحييكم من هنا عبر هذه التظاهرة المحمدية والتي خطط لها ورتب لها أهل الطرق الصوفية والعلماء والمشايخ وكل أهل السودان احتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن في خواتيم هذه التغطية الحية المباشرة، نحن نؤكد بأن قناة الشروق ستكون في تغطية مستمرة لفعاليات المولد النبوي الشريف من كل ولايات السودان المختلفة، نقلا لنبض أهلنا في السودان في جهاته واختلاف جغرافيته، لنؤكد بأن الشروق ستكون مع كل مشاهدينا الأعزاء في كل مكان في كل ولايات السودان المختلفة، شهودا لهذه المحبة وشهودا لهذا العشق من آل السودان للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما زالت بعض الجهود تأتي إلى هنا لتشهد محبة خاصة وتشهد عشقا خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هي مشاعر السودانيين وهي عقيدتهم التي تهوي إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن ساحة الخليفة هي الساحة الرئيسة هنا في أم درمان لتنظيم فعاليات ليالي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نتواصل مع كل المشاهدين الأعزاء ونحن عبر هذا النقل الحي المباشر من أم درمان، رسميون وشعبيون وعلماء وتلاميذ ورجال علم ورسميين وغير ذلك هم الآن هنا للاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عبر انطلاقة دفة المولد لهذا العام، وكل الناس تملأهم مشاعر الحب وتملأهم مشاعر العنيد والتصافي والتسامح وكل المعاني الخيرة التي ورثوها من هذا النبي الذي لم يورث درهما ولا دينارا، ولكنه ورث محبة وتسامحا وورث علما. إذن هي القوات الرسمية التي تشارك وتساهم عبر هذه التظاهرة من هنا من أمام
ساحه الخليفه في اندرمان. اذا نحن نحيي كل القوات الرسميه التي تشارك هنا عبر زفه المولد بهذه الموسيقى العسكريه. نحن نحييهم كذا. إذن القوات الشرطية أيضا هي أيضا تشارك هنا في هذه الاحتفالية عبر انطلاقة الفعاليات الرسمية لمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم عبر زفة المولد بهذا العام بين اندرمان العاصمة التاريخية للسودان. الصوفية التي تأتي إلى هذه الساحة وتقيم السرادقات احتفاء في مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن نحيي كل الرايات التي جاءت احتفاء بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن هي جموع حاضرة تحيي النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده وكذلك النوبات وكذلك الفلوس والكرامات التي ترن وتضرب وتعين محبه للنبي صلى الله عليه وسلم. الطرق الصوفيه المختلفه الطريقه المكاشفيه الخادميه وكذلك الطريقه الزمانيه والطريقه البرهانيه والخفيه وكل الامين ومشايخ الطرق الصوفيه من كل مذاهبهم ووسائلهم المختلفه الذين جاؤوا في ليالي المولد النبوي الشريف. إذن رايات اخرى وتعاليم وهزيج اخرى محبه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي الفرحه بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو العشق للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي الوجع والحبه والعشق للنبي صلى الله عليه وسلم. We'll be right back.
اذن مشاهدينا الاعزاء نحن نحييكم مجددا وعلى الهواء مباشره ونحن ننقل هذا النبض الحي عبر قناه الشروق الفضائيه زفه المولد النبوي الشريف لهذا العام من امام ساحه المولد النبوي الشريف بأم درمان ساحه الخليفه وانتم تشهدون بأم اعينكم هذا التدافع وهذا التدفق نحو ساحه المولد النبوي الشريف. اذن هم ابناء الشيخ حاج حمد الفعلي ايضا ياتون الى ساحه المولد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأفئدة وهذه الألسن التي تلهج بالتهليل وبالتكبير وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتفاء بإرهاصات هذه الأيام المباركة وببركات ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذ تؤكد أن السودانيين كلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم هم الآن يأتون ويتدافعون نحو هذه الساحة احتفاء بذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن نحيي كل المشاهدين الذين انضموا لمتابعة هذه اللحظات الطيبة المباركة وعلى الهواء مباشرة عبر قناة الشروق الفضائية من هنا من أم درمان من ساحة الخليفة في أم درمان حيث زفت المولد النبوي الشريف. إذن هي رايات أخرى نشهد معها اهتمام ذكرى السودة بهذا المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان اهلا ومرحبا بكم مجددا ونحن على الهواء مباشره. كنا معكم عبر هذه التغطيه الحيه والمباشره من هنا من مسجد امام مسجد الخليفه في أم درمان ساحه الخليفه التي جاء اليها اهل التصوف واهل العلم الى هنا لشهود زفة المولد النبوي الشريف لهذا العام. هم يحتفون بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم هذا التدافع وهذا العشق يؤكد ان اهل السودان كلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويطمحون في ان يتاسوا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الود وفي التسامح
وفي المحبة. خواتيم هذه التغطية المباشرة لكم تحايا الزملاء الذين كانوا معي في هذه التغطية الحية المباشرة من أم درمان من ساحة الخليفة في أم درمان. تحايا الراشد المهندس محمد الحاج، وهذه تحايا الزميل المصور محمد الدسوقي، وهذه تحايا محدثكم مصطفى عبد الله فرح، وكل عام والجميع بخير.